الله. يقول بعض الإخوان يلتزم التذكير بعبادات معينة كقيام الليل أو صلاة الضحى، ويكون تذكيره هذا بشكل يومي، يعني يأمر بقيام الليل، التذكير بقيام الليل يعني أنه يأمر بقيام الليل ويرغب فيه، هذا هو المقصود. مقصود حفظك الله يقول أنه يرسل رسائل جوال للناس بشكل يومي، تذكير بقيام الليل، صلاة الضحى، قراءة الكهف في يوم الجمعة، في كل وقت بحين، ما دام أنه يأمر بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، في الجوال أو في غيره، المهم أنه ثابت عن الرسول. نعم، المهم أنه ثابت عن الرسول. نعم.